سمر. ايه؟ فك الاسلاك بتاع التلفزيون والبلاي ستيشن. ايه البلاي ستيشن ده؟ يا ده الجهاز المربع ده. يلا. الو ولا مجدي، بقول لك ايه، لف لفتين وارجع. ها اخلص. ساتر يا رب. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ يلا يا صابر، يلا يا صابر اخلص، اقفل دي. انت عايز تفضحنا يا صابر؟ الله يخرب بيتك يونس. ايه؟ الشجره دي بيسقوها ايه؟ خليها تنور كده. يا رب يا رب ارحمنا يا رب. هتاخد التلفزيون وناخد البلاي ستيشن. يلا. مريم البنت صغيرة قوي على الوقت ده كله، كتير. وانت متخيلة ان مريم فؤاد هتسيب المستشفى اللي بتشتغل فيها، اللي عملت لها شهرة واسم كبير، وهتيجي تشتغل معانا؟ سبحان الله يا فوزي، ربنا بيسبب الأسباب. مريم دي تبقى بنت واحدة صاحبتي قوي اسمها هاجر شعراوي. دي كانت جارتنا في المعادي وما كناش بنسيب بعض أبدا، كنا زي الإخوات. أنا كلمتها على فكرة وهي وافقت إنها تيجي تقعد معايا ونتفاهم مع بعض. مين مريم فؤاد دي بقى؟ إيه ده يا شريف؟ إزاي يعني ما تعرفهاش؟ دي مشهورة جدا، أكبر دكتورة قلب في مصر. وأنا إيه اللي يخليني أركز مع دكتورة قلب يعني؟ أنا بصحتي وزي الفل. حلقات جديدة يومياً على فيو بتوقيتك.